وشباب يحمل أملا لبني الإنسان. الكيوبيتال فصة واستكمالا للحاجات اللي خدناها قبل كده والجرات اللي خدناها قبل كده. طبعا في الجر ده اول ما نبدأ هنعرف احنا على الميديال سايد ولا على اللاترال سايد. اللي يميز لي ان احنا على الميديال سايد زي ما قلنا قبل كده اللي هو حرف ال، اللي هو من حرف ال الكومون فليكسون اوريجين. كومون فليكسون اوريجين بيعرفني ان احنا على الميديال سايد او على اللاترال سايد. احنا كده على الميديال سايد تمام. مين حرف ال اللي وراه؟ حرف ال اللي وراه ده نيرف شهير جدا جدا اسمه الالنر نيرف. الالنر نيرف ده اللي احنا بنتكهرب منه من عند الايه الميديال ابيكوندايل. تمام. نيجي بقى لحرف الجي واللي جنبه. الاثنين دولك الكونتنت بتاع الكيوبيتال فصة. مين الجي؟ الجي اللي هو الميديال نيرف، ده الميديال نيرف، واللي جنبه ده البريكيال ارتري. يبقى الاثنين دولك الكونتنت بتوع الكيوبيتال فصة. احنا قلنا ان احنا عندنا اثنين فين كبار، واحد على الميديال سايد واحد على اللاترال سايد. اللي على الميديال سايد اسمه البيزاليك فين، واللي على اللاترال اسمه السيفاليك فين. بما اننا على الميديال سايد فحرف الدي ده ايه؟ البيزاليك فين. والجار جايب سنه من الباك، جايب المصل اللي في الباك اللي اسمها ايه؟ اسمها تراي سيبس مصل. تاني معانا حرف ال اللي هو الكومن فليكسون اوريجين، ده عرفني ان احنا على الميديال سايد. وبعد كده عندنا حرف الاو اللي هو الالنر نيرف، الالنر نيرف تمام. بعد كده عندنا حرف الجي واللي جنبه، الاثنين من كونتنت بتاع الكيوبيتال فصة. الجي اللي هو الميديال نيرف واللي جنبه اللي هو البريكيال ارتري. وبعدين حرف الدي اللي هو البيزاليك فين، والاتش المصل اللي في